تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة المحدة على زوجها أن تشرب الزعفران وأن تلبس الساعة الثمينة؟ لا، لا تشرب الزعفران لأنه نوع من الطيب وهي منهية عن التطيب، ولا تلبس الساعة لأنها من التجمل ولو كانت غير ثمينة، ما تلبسها لأنها من التجمل ومن التحلي. نعم، يقول تكفيها الساعة اللي بالجدار، تشوف الساعة اللي بالجدار وتعرف الوقت. نعم.